نتابع مع حضراتكم للمزيد من التفاصيل حول المبادرة وأهميتها الصحية. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور محمد. بداية، ما هو تأثير وأهمية هذه المبادرة؟ يا أهلا يا أستاذ هشام. الحقيقة هذه المبادرة جزء من مبادرات عديدة تجعلك فخور أنك مصري لحلول الأزمات الصحية اللي كانت متراكمة على مر العقود. احنا شفنا الإشادة العالمية للقضاء على فيروس تيب من قبل منظمة الصحة العالمية ومن قبل مجموعة يعني الصحف فوربس ورايتر ومجموعة كبيرة جدا، إشادات غير مسبوقة بالأداء المصري. احنا عايزين نقول ان اهم حاجة في قصة هذه المبادرات انها كانت حلول سريعة موجهة من قبل القيادة الحكيمة لحلول غير تقليدية لمشاكل متراكمة على مر العقود إلى حين إتمام منظومة التأمين الصحي وبنائها بشكل فعال. هذه يعني مع البدايات اللي احنا شفناها في مثل هذه المبادرات، طبعا كل المبادرات، أول مبادرة اللي احنا قمنا بها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس تي، كان جزء فيها كبير جدا عمل خريطة حقيقية للصحة المصرية. لأن أنت قمت بفحص حوالي أكثر من 90 مليون زيارة أو 90 مليون مواطن، فأنت استطعت أنك تعرف خريطة شكلية. وتوالت المبادرات بعدها، مبادرة القضاء على مبادرات الطفولة، التقزم، ضعف السمع، السكر والسمنة وخلافه، والكشف المبكر عن الأورام، ومبادرات السيدات. نعم. كما تناولت القضاء على قوائم الانتظار، ده كان شيء غير مسبوق الحقيقة. طبعا دي دولة كده تجعلك فخور انك داخل دولة حقيقية. نعم. وأيضا هذا بينعكس على حجم المواطنين اللي تم فحصهم من خلال هذه المبادرة، بنتكلم على أكثر من 13 مليون ونصف المليون من المواطنين. أما في الكلى، أنت طبعا عندك مراكز أولية ومراكز غسيل كلوي. انت عندك النهارده اكتر من 745 مركز للغسيل الكلوي. عندنا في القضاء على قوائم الانتظار زراعه الكولا، وطبعا زراعه الكبد وزراعه الاعضاء كان شيء عظيم داخل هذه المبادره القضاء على قوائم الانتظار. طبعا احنا زادت عندنا المراكز الاوليه للفحص، ليس فقط عن الكلى، احنا زادت المراكز باكتر من 100%. النهارده عندنا اكتر من 5000 مركز اولي للرعاية الصحية والأمومة والطفولة وكبار السن، ده موجود في 27 محافظة. شيء مش سهل، عدد الأرقام كبير، إلى حين طبعا إتمام منظومة التأمين الصحي اللي احنا تشمل كل المصريين طبقا للدستور بالثلاث مؤسسات، طبعا تجعلك فخور بالأداء بتاعها. أيضا في البدايات احنا شفنا المرحلة الأولى الجهار اللي هي الرقابة والجودة والترخيص، اللي هي بتدي كل الترخيص للقطاع الخاص والقطاع الحكومي علشان يكون على المستوى العالمي لهذه المنظومة. أيضا ده أمور مش شكلها سهل، من مجرد نحن بنقولها النهاردة في السطر أو يكتب في منشط، لكن الحقيقة ده وراء مجهود غير مسبوق غير مسبوق. طيب بخصوص المجهود دكتور محمد، بالنسبة للآلية اللي بيتم اتباعها في اختيار المواطنين اللي بيتم الكشف عليهم وفحصهم من خلال هذه المبادرة، يعني كلمنا عن هذه الآلية. هي الآلية، قبل ما نتكلم على تفاصيلها، فقط انت شايف ان في انت عندك في ربوع مصر انت قدرت تعمل خريطة لتسعين مليون مواطن، قدرت تعرف شكل أمراض السمنة، شكل أمراض التقزم، نسب الضغط، نسب السكر، الفحوصات اللي انت عملتها من أجل الكلى، فانت قدرت تعرف. انت كمان بتكمل في منظومة التليف الكبدي ومتابعة ومنع حدوث الأورام. كل اللي احنا بنحكيه دي جمل سريعة، سطور سريعة، لكن وراها في كل فقرة احنا بنقولها مجهود ودولة وقيادة حكيمة ورؤية رشيدة وعزم على التنفيذ. يعني أدوات، لو قلنا مثلا فيروس تي بدأنا ازاي، بدأنا ب 24 مركز، ثم توالت على ربوع مصر بالكامل، ثم حملة 100 مليون صحة، جزء فيه ترهيب وجزء فيه ترغيب. أنا بس بدي لك مثال فيروس تي العظيم. نعم. اللي فيه إشادات دولية بعيدا عن الإشادات اللي احنا بنقولها. هو الحديث أيضا يطول عن هذه الإشادات. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في حديث الأخبار.